تابعونا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المسجد. بالفعل فيكتوريا مستهل صباح الرياضه اذا بالجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه المتواصله بالكاميرون املا في العبور مبكرا الى ثمن النهائي يطمح المنتخب المغربي لتجاوز عقب جزر القمر وتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد الاطاحه بغانا في اول ظهورة ولان المستطيل الاخضر لا يعترف بالمرشحين على الورق جزر القمر التي تشارك للمره الاولى في الكان سترمي بكل اوراقها بعد الخساره في اول جوله علما انها خلقت متاع شديدة أمام النخبة المغربية في إقصائيات كأس إفريقيا 2019 في المقابل وعلى عكس الخيارات المحدودة هجوميا في مباراة غانا الأخيرة سيكون بإمكان الناخب المغربي فايد أليلوزيتش الاعتماد في صدام اليوم على المهاجمين يوسف نصيري وأيوب الكعب العائدين من الإصابة معتقد يغير من النهج التكتيكي ضد جزور القمر بالاستناد إلى منظومة هجومية أكثر منها دفاعية كما كان الحال عليه في مباراة غانا وستفتقد المجموعة المغربية مرة أخرى لخدمات المهاجم ريان ماي الذي تدرب انفراديا ولم يخرج بعد من دائرة الإصابة العضلية هذا إلى جانب متوسط الميدان أيمن برقوق الذي لم يتعافى بعد من تبعات الإصابة بفيروس كورونا مواجهة المغرب جزر القمر يحتضنها ملعب أحمد أهيجو بالعاصمة يواندي بداية من الخامسة عصرا ولحساب المجموعة عينها الجابون تلعب نجل التاهل ضد غانا قبل ذلك وفي باقي أبرز مباريات اليوم السنغال تلعب ضد غينيا ومالاوي تلاقي زيمبابوي أمس ومن دون مقدمات صار المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى ثم نهائي الأمم الإفريقية بأربعة أهداف لواحد سحقت الأسود غير المرودة إثيوبيا المتواضعة الكاميرون خادت الشوط الأول بثوب أداء متوسط وخرج متعادلا بهدف لمثله قبل أن ينتفض رفاق تشوبو موتينغ في الشوط الثاني بثنائية العميد فانسون أبو بكر وهدف إيكامبي أبو بكر بالمناسبة بات هدف هذه النسخة الثالثة وثلاثين بأربعة أهداف ولحساب هذه المجموعة الأولى بوركينا فاسو تفوقت أمس على الرأس الأخضر بهدف نظيف لينعش المنتخب البوركينابي آماله في في الترشح الى الثمون. دائما مع مستجدات كان الكاميرون، قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم امس اعتماد نتيجه مباراه تونس ومالي دون اعتبار المنتخب التونسي منسحبا في اعقاب الفضيحه التحكيميه التي قادها الحكم الزامبي جاني سيكازوي اول امس. ولتذكير فقد كان الحكم جاني سيكازوي اطلق صفرت نهايه مباراه تونس ومالي في الدقيقه 85 قبل ان يعود لاستئناف المباراه مع الاعتراضات الشديده على قراره. وفي الدقيقة 89 والثمانين عاد واطلق صفرة النهاية وهو ما فجر اعتراضات منتخب تونس على الحكم بعيدا عن الكان وفي جديد اللاعبين المغارب المغاربه في الميركاتو الشتوي اعلن النادي الحزم السعودي مساء امس الخميس عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المغربي عبد الاله الحفيظي قادما من الرجاء البيضاوي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف ودفع الحفيظي عن قميص الرجاء لمده عشر سنوات وجه خلالها مع الفريق بلقبين للبطوله الاحترافيه ولقبين لكاس العرش ولقبين لكاس الكاف وكاس السوبر الافريقي بالاضافه الى كاس محمد السادس الانديه العربيه البطل ¡Sala! Voilà. سيل رحلتنا من الأوروبية من كاس سوبر الإسباني حيث بلغ حامل اللقب أتليتيك بيلبا والمشهد النهائي بفوزه المثير والهيتشكوكي أمس بهدفين لهدف واحد على أتليتيكو مدريد في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض وتقدم روخي بلانكوس في الدقيقة الثانية عن طريق الحارس أوني سيمون بالخطا في مرماه لكن بيلبا قلب الطاولة وسجل هدفين في الدقيقتين السابعة والسبعين والحادية عن طريق الفارس نيكو ويليامز وبذلك ضرب بيلباو موعدا مع ريال مدريد المتاهل سالفا على حساب برشلونه في نهائي كاس السوبر الاسباني والذي يقام الاحد المقبل دائما في العاصمه السعوديه الرياضة الى انجلترا حيث فرض امس ارسنال التعادل السلبي على مضيفه ليفربول في ذهاب نصف نهائي كاس الرابطه الرابطه المحترفين الانجليزيه وعانى ارسنال من النقص العددي منذ طرد تشاكا في الدقيقه الرابعه والعشرين وبدا ليفربول متاثرا بغياب الثنائي محمد صلاح وعجز عن شباك الجيلرز في انتظار ما ستؤول إليه مجريات مباراة الإياب نختم بعوالم التنس حيث أسفرت أمس قرعة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولة سلام التي أقيمت إذن عن مواجهة محتملة بين النجمين العالميين نوفاك ديوكوفيتش ورافيل نادال وجرت مراسم القرعة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مشاركة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في أولى بطولة الجرونش لام هذا الموسم وذلك في ظل الصراع المتواصل مع السلطات الأسترالية بشأن بقائه في الأراضي الأسترالية من عدمها بسبب عدم تلقيه للتلقيح ضد كوفيد 19 وأوقعت القرعة نوفاك ديوكوفيتش في مواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش وقد جاء النجم الإسباني رافائيل في النصف الأول نفسه وهو ما يعني أنه قد يواجه جوكوفيتش في الدور نصف النهائي